لو الحكاية فيها إن فيجو وأعرف كنت حاضر برزنتيشن النهاردة بس أنا عارف في وقت متأخر فهضطر إن أنا أتكلم بدون برزنتيشن بس أنا هضطرهم بكلام بس. مبدئياً أنا اسمي رضا أسامة محمد، أنا طالب في الجامعة الكورية إنجلش، طالب تبع تمهيدي لغة ترجمة. بشتغل مدير قسم لغات في كمية جات جي إي جي جيت إكسبيرينس توداي. بحضر في مايكروسوفت تك لاب ومع بايونيرز في ربط أعمال خريجين بحضر في أرت سي وسانتي نوت. أنا عندي حلم وفكرة وأليها. الحلم بتاعي إن أنا أغير أسلوب تعليم اللغة الإنجليزية في مصر كلها. أنا شايف إن تعليم اللغة الإنجليزية في مصر مصيبة. حق الله يا صلاتي وصيامي والزكاة والقيام والطاعات واقفا لأمر الله لا تهل أهلي ومالي ورفاقي وعنادي شغلوا أمري ومالي ذاك شرك مع الله. لا إله إلا الله لا محمد رسول الله. لم يعد أهلك أهلك وعصاك حتى طفل ثم تحيرت في أمرك ثم قلت أمر الله. أمر الله أن تغير أمر الله أن تغير أمر الله أن تغير كل فاسد ومطهر وبقول الحق تجر ذاك هو أمر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ولا أنت إيه رأيك يا أسماء؟ مش عارفة الصراحة بس ممكن أقول حاجة. أنا عندي فكرة أو فكرتين خليها لبكرة ده لقى يومين عاوز أقولها أقولها فين إحنا هنقولها تقولها فين. أنا عندي مشروع لا مشروعين عاوز أبدأ هم طيب منين عاوز أماركت هم لا مش فاهمين إحنا هنقولها إزاي وفين. احنا معاك دايما وراك ركز معاك